ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. طيب، إلى الكلام على شبهات المبتدعة في توحيد العبادة. اللهم أمين، رضناك يا رغد، أحسن الله عليك. الشبهة الثانية يتمسكون بها في الاستغاثة، وهم يقولون الغوث الغوث يا بدوي، ويقولون مدد مدد يا حسين، الغوث يا فاطمة، يستغيثون بغير الله إلا الله في علاه. وهذا منبعه الروافض، وأخذ بذلك القبورية، وأخذ بذلك الأشاعرة، وهم أتباع الغزالي، وهؤلاء الذين يعني ظهر منهم هذه البدع، وقاموا يصنفون الكتب على تأصيل هذه البدع، يصنفون الكتب ويؤسسون للبدعة، ويعني يستصغرون عقول الناس، يستخفون بهم، وينشرون وسائل الشرك، ويجعلونها توحيدا، ويجعلونها أمرا يسيرا. ولذلك كان يقول قائلهم: قولوا البدوي الغوث الغوث البدوي ما في شيء. نعم، فقالت المرأة، كانت تقول: اشفي اشفي ابني أو اشفي بنتي يا بدوي. فانظر كيف وصلوا إلى هذه الدرجة في هذا الباب، وهذا بسبب الجهل العميق الذي هم فيه. قالوا يعني شبهة يتكلمون بها، يقولون المجاز العقلي، وهذا قاله النبهاني ودحلان أيضا في الدرر السنية، قالوا ذلك، قالوا بأن الاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منهم لا يراد بها أنهم يقضون ذلك على الحقيقة بالخلق، لا، هم لا يملكون عطاء ولا منعا ولا إحياء ولا إماتة. قالوا قال لا يراد بها أنهم يقضون ذلك على الحقيقة بالخلق والإيجاد، بل المراد أن يشفعوا عند الله جل في علاه بقضائها، فهم أسباب في قضائها، أما الخلق والإيجاد فمن الله وحده لا شريك له. يعني قالوا هنا مجاز السببية، يتكلمون عن ذلك أنها على السببية، وهذا ضلال مبين، ضلال مبين وفتن عظيمة وتضيع والله لقضية الكون الكبرى، قضية التوحيد. يقول أحمد زيني دحلان في الدرر السنية، وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعا، فإذا قلت أغثني يا الله تريد الإسناد الحقيقي باعتبار الخلق والإيجاد. نعم، وإذا قلت أغثني يا رسول الله تريد الإسناد المجازي، شوف انظر التلبيس على الناس، الإسناد المجازي باعتبار التسبب والكسب والتوسط بالشفاعة. نقول لكم طيب الإسناد المجازي، المجاز العقلي الذي تقولون به هنا في هذا الباب في الكلام على السببية، نقول أولا ما هو المجاز؟ المجاز استخدام اللفظ في غير ما وضع له. الغوث الغوث يا محمد هو بيقول هذه على السببية، يقول أنا الآن لما أقول الغوث الغوث يا محمد الحقيقة وأحملها على الحقيقة، هو أنه يطلب الغوث من محمد صلى الله عليه وسلم أو من البدوي ليدفع عنه الضر أو يجب له النفع، هو الاستغاثة دفع الضر، فهذه معناها أنه أراد من البدوي أن يدفع عنه الضر، هذا الأصل، ده الحقيقة. أنا أقول لهم الآن أنت قلتم لا ده مجاز، مجاز عقلي. نقول لكم عليكم أمران، الأمر الأول ما هو المانع أن تحمل على حقيقتها؟ ما هو المانع أن تحمل على حقيقتها؟ هذه الأولى. رضي الله عنك محمد عبد الحميد، يسر الله عليك وفتح الله لك. نعم، ما هو المانع أن تحمل حقيقتها؟ وأنهم عندما قالوا ذلك اعتقدوا في البدوي دفع الضر وجلب النفع. الأمر الثاني أن نقول لك، يعني طبعا إذا قلنا بهذا نقول ما هي القرينة الحاملة على الحمل على المجاز، ما هي القرينة الحاملة على الحمل على المجاز، ما هي؟ فإذا قالوا هي السببية، وقالوا بأن الأموات يسمعون فيشفعون، قلنا والذي نفسي بيده، هذا ما قالته ما قاله مشرك العرب بالضبط، هذا ما قاله مشرك العرب بالضبط. شوف يقول يعني محمد بن علو المالكي: والواجب علينا أننا إذا وجدنا في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله جل في علاه فإنه يجب حمله على المجاز العقلي. طيب لما يجب حمله على المجاز العقلي؟ لما العقلي؟
لما ونحن سمعنا من كثير من الناس هم يقولون يا بدوي مدد مدد يا نبي، هم يطلبون المدد حقا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى تكفيرهم. لما أيضا لا سبيل لتكفيرهم وقد صرفوا عبادة ثبتت لله وحده وشريك له وصرفوها لغير الله جل في علاه؟ إذ المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة، فصدور ذلك الإسناد من موحد كاف في يعني في جعله إسنادا مجازيا، هذا عجيب جدا والله. قلنا هاتوا القرينة، هاتوا القرينة الحاملة على ذلك، هاتوا المانع الذي منع من حمل الغوث، الغوث طلب الغوث من غير الله جل في علاه على الحقيقة. لأن الاعتقاد صحيح هو اعتقاد أن الله هو الخالق للعباد ولأفعالهم، ممتاز. وصرف العباد لغير الله جل في علاه ماذا تقول فيها؟ المشكلة عندك في أمور، الأمر الأول هو أنك خلطت بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، والأمر الثاني أنت جعلت موجب الخروج عن الحقيقة إلى المجاز في هذا الباب أصل الاعتقاد، لا أصل صرف العبادة لغير الله جل في علاه. وحقيقة الأمر الاستغاثة وحدها عبادة، والدعاء وحده عبادة مستقلة مستقلة، لا نقول أنني لا أقول بأنها عبادة إلا إذا اعتقد، لا، من غير اعتقاد، وإن قلت بأنها تستلزم الاعتقاد لكنها عبادة مستقلة، وجاء القرآن بأن جعلها عبادة مستقلة، وجاءت السنة جعلتها عبادة مستقلة. ولذلك يقول لا تأثير أحد سوى الله جل في علاه، لا الحي ولا الميت، في هذا الاعتقاد والتوحيد، بخلاف أن اعتقد على هذا فإنه يقع في الإشراك. أقول لك أخي الكريم أنت غبت، وأيضا من صرف العبادة غير الله جل في علاه فقد أشرك في هذا الباب. نعم، وليس في المسلمين إطلاق من يعتقد لأحد مع الله فعل أو ترك أو رزق، نعم، أو إحياء أو إماتة، وما جاء من الألفاظ المهمة فإن مقصود أصحابها هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة، هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة. فهذه مسألة عظيمة، يعني هذه المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب. فهذا شوف إيش قال وهو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة، يعني يجعل أن الأموات يسمعون ثم يستشفعون بهم فيشفعون لهم. هذا الرد عليه من وجوه، كما قلنا أول شيء نقول لهم ما المانع في الحمل على الحقيقة؟ ائتمنا بالقرينة المانعة من ذلك، المانع من ذلك والقرينة الحاملة على حملها على المجاز. هم يقولون لأن كل موحد يعتقد بأن الله الذي يعطي ويمنع. قلت لك أخي الكريم كل واحد يعتقد بأن الله يعني يعطي ويمنع لابد له من بيان، من دلالة. فإنه إذا كان يعتقد بأن الله الذي يعطي ويمنع فلا يسأل غيره، فلا يتوسل إلا به، فلا يستغيث إلا به، فلا يستعين إلا به، فلا يدعو إلا إياه، وكل ذلك عليك، وكل ذلك عبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. في رواية الدعاء هو يعني مخ العبادة. فرد عليه من وجوه، الوجه الأول في هذا نقول أنت ما سميته مجازا وفسرت بأن الاستغاثة بالأموات واقعة على أنهم وسائط سببية يستشفع بهم، وسائط وشفعاء. هذا بالضبط الذي قاله مشرك العرب، هذا بالضبط الذي قاله مشرك العرب عندما قالوا قال تعالى الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يقولون هؤلاء شفعاء لنا عند الله. ولذلك كان في ضمن ما يعني يطوفون به ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك. فيصرفون العبادة لغير الله ويقولون هذا يجعلهم شفعاء لنا عند الله جل في علاه، لأن الذي يعطي ويمنع ويخلق ويحيي ويميت هو الله جل في علاه، كانوا يعتقدون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لقولون الله، فهم يعتقدون هذا الاعتقاد الذي قاله دحلان وغيره بأن الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي هو الله جل في علاه، المحيي المميت المعطي المانع هو الله جل في علاه. ومع ذلك صرفوا العبادة لغير الله، استغاثوا بغير الله، دعوا غير الله جل في علاه، فقالوا بأنهم صرفوا العبادة لهبل واستعانوا بالعزة واستغاثوا باللات على أنهم شفعاء لهم عند الله جل في علاه، أنهم يستشفعون بهم عند الله. فهذه هي شبهة مشرك العرب، فهل شبهتموهم بما قلتم؟ فهل قلتم مثل ما قالوا؟ فهل اعتقدتم مثل ما اعتقدوا في هذا؟ هذا رجل فارسي
فارسي، فارسي ممكن يكون فارسي سني، ممكن يكون بدعي رافضي خبيث، لأنه قال حفيد. حفيد من بقى؟ حفيد من؟ حفيد عائشة. نحن نتشرف، نتشرف بعظم الشرف لذلك. فلو أحد فارسي هنا، لو صالح موجود يترجم لنا هذا الكلام. سلام سلام عليكم، عليكم السلام، حياكم الله وبياكم أخي الكريم. فالمعنى الذي سماه المبتدع مجازا ورأوا أنهم سلموا به من مغبة الشرك، هو المعنى نفسه الذي كان يبرر المشركون به دعاءهم غير الله جل في علاه، واستغاثتهم بغير الله، واستعانتهم بغير الله جل في علاه. رضي الله عنك فارس، الحمد لله على كل حال، جزاك الله خيرا، كم لك من فضل علي، جزاك الله كل خير. فهؤلاء يرونهم، يرونهم في هذا الباب يعني وسائط وشفعاء في حصول المطلوب. سواء سميته مجازا، سميته ما سميته، لكنه في حقيقة الأمر هو مطابق للمعنى أنه اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله جل في علاه، والله يعرف ذلك وأكذبهم بذلك. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، مع أنك لو قلت لهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فنفس المعنى، في نفس المعنى واقع منهم، يقولون الغوث الأوثي يا بدوي، على أنه سببية، على أنه يشفع لهم عند ربهم جل في علاه. وطبعا يأتون بالشبه بأن الميت يسمع، والميت له مكانة، وهو ولي من أولياء له مكانة عند الله فيشفع. نقول لهم أصالة، من قال لكم أنه يسمع؟ المقدمة الأولى مرفوضة، الأموات لا يسمعون. قال إنك لا تسمع الموتى، قال وما أنت بمسمع من في القبور. الأمر الثاني، من قال لك أنه سيشفع وأن الله سيقبل منه الشفاعة؟ من قال لك ذلك؟ ائتونا بأثارة من علم، ائتونا بأثارة من علم أن الله تعالى جعلهم شفعاء، وأن الله يقبل يعني يقبل شفاعته. نعم سنطير الرقبة نفسها، وأن الله يقبل شفاعته. ائتونا بذلك، ائتونا بأثارة من علم، ائتونا، هذا علم غيب لا أحد يعلمه، لا سيما وأن هؤلاء الأموات الأولياء على ما تسمون أنهم في الحياة البرزخية، ليسوا في الحياة الدنيوية، ولا يصح القياس هنا. وأيضا إذا قلتم هم عند ربهم لهم مكانة، المكانة تنفعهم هم لا تنفعكم أنتم. يقولون سيشفعون، قلنا هاتوا الدليل، هاتوا الدليل أنهم سيشفعون، وأنهم يسمعون لكم الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، ويشفعون بها، ويشفعون لكم عند ربكم جل في علاء ليغيثكم. نعم. الوجه الثاني أنه لو فتحنا باب المجاز في هذا الأبواب المتعلق على قضية الكون الكبرى في توحيد الله جل في علاه، لدخل منه كل مخالف التوحيد، جعلها تكئة وأشرك بالله إشراكا عظيما، ويقول هذا مجاز ليس حقيقة. وهذا فيه من الخلط واللبس، وفيه ما فيه من الزياد وسائل الشرك ومخالفات العقيدة والانحرافات فيها في هذا الباب لو قلنا بقولهم. الوجه الثالث، يقول السهواني لو سلم هذا وهو الحمل على المجاز لاستحال الارتداد ولغاب باب الردة الذي يعقده الفقهاء، فإن المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر وجب حمله على المجاز العقلي، والإسلام والتوحيد قرينة على ذلك المجاز، على ما قال في سنة الإنسان من أستاذ دحلان يعني. فالصحيح الراجح أن نقول أن هذا تكئة يقولها هؤلاء للخروج مما هم فيه من مأزق، على أنهم يعني يزرعون وسائل الشرك وينشرونها بين الناس، ويتصل الشرك، وأيضا إلغائهم لتوحيد الإلهية لله جل في علاه أوقعهم في مثل ذلك، وقالوا المسألة دائرة على أن يعتقد أن المعطي المانع الخالق الرازق المدبر هو الله فقط في هذا الباب. وقلت هم جهلة لا في اللغة يعني قد علموا، ولا 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 في أصول التوحيد قد برع. الوجه الثالث في رد عليهم بأن هذا مجاز عقلي، أن الكلام متى مفهوم منه معنى حقيقي فهو محمول على الحقيقة، لا نحتاج إلى أن نحمله على المجاز. الغوث الغوث يا بدوي، هم أرادوا البدوي أن يزيل عنهم ما هم فيه، وهذا قالته المرأة البريئة، المرأة بفطرتها لما سمعت أنه يجوز لها أن تقول الغوث الغوث يا بدوي، فقالت يا بدوي إيش في بنتي، أهو ترجمتها عمليا، ترجمة على العقيدة، الغوث الغوث يا بدوي إيش في بنتي يا بدوي. المرأة قالت ذلك، يشوفهم سهلوا لها وسيلة الشرك فأشركت، ودعت البدوي إنه هو يشفي بنتها، بل هي قالت وصرخت سيئة عليك النبي، يعني تجاء النبي صلى الله عليه وسلم تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم على البدوي حتى يشفي ابنتها. شوف انظروا هنا الغوث الغوث يا بدوي ماذا فعلت، جرت الناس إلى وسائل الشرك في هذا الباب. ونحن نقول الحمل هي الحمل على الحقيقة أصلا، لذلك حملتها المرأة على الحقيقة،
لذلك حملتها المرأة على الحقيقة وقالت اشفي بنتي يا بدوي. فهنا نقول أصل الكلام على ظاهره، ولذلك الأصوليين لما يتكلموا عن المجاز هو التأويل، قالوا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، قالوا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. أين القرينة التي حملتكم على صرف اللفظ عن ظاهره وهي تقول الغوث الغوث يا بدوي؟ ها، أين القرينة؟ فين القرينة؟ تقولون الإسلام، نقول الإسلام قد سقط هنا، وقد أشرقت بالله جل في علاه، وقد دعت غير الله جل في علاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال في الوقت الدعاء مخ العبادة، وكانت رواية ضعيفة لكنها يستأنس بالصحيحة منها. فإنما الكلام يدل على حقيقته بمعنى. وأيضا نحن نقول في مسألة الاستغاثة والاستعانة والاستعادة الأمر بالمعنى، العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة حتى لا يتلاعب أحد في هذا الباب. نعم، العبرة في العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلذلك أنت ترى هذا الباب وشوف كلها مسائل فيها ما فيها من الشرك في هذا الباب. فنقول يحمل اللفظ على ظهير ما لم تأتي قرينة، ولا قرينة لكم في مسألة التأويل. وفي مسألة الاستغاثة يشغبون كثيرا بخلط المفاهيم وتداخل المعاني، فيجعلونها معنا واحدا يثبت لله تعالى على اعتبار الخلق والإيجاد، ويثبت للمخلوق سواء كان حيا أو ميتا على اعتبار السببية والمحظور واختلال هذه الاعتبارات. الأصل هنا نقول جعلتم سببا لما يشرعه الله سببا، فوقعتم في الشرك، لأن الله جل وعلا وش قال؟ قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى أم اتخذوا من دونه شفعاء، أو الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فأنكر عليهم ذلك لأنه لم يجعل لهم أصالة أو أثارة من علم يتمسكون به. والذي بلغ بهم هذا المبلغ العظيم والهوة السحيقة هو أيضا اعتقادهم بأن العبد ليس فعالا حقيقة، بأن العبد ليس فعالا حقيقة. قالوا لي ما تقولون بذلك، ولو قالت الغوث الغوث هل بدأ يفعل شيئا؟ الفعل كله لله، وهذا راجع للجبر الذي يعتقدونه. ويقولون في هذا في الإثبات والنفي في قوله فلما تقتلوهم ولكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهنا تتداخل أبواب العقيدة أيضا في هذا الباب. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم. حقيقة الأمر هنا نقول في هذا الباب أنهم يعني أساءوا، لأنهم نظروا بعين العوراء بقول تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أنتم ما أصبتم، الذي أصاب هو الله جل وعلا، لكنكم أخذتم السبب وضربتم ورميتم. ولذلك قال وما رميت إذ رميت، فأثبت رميه الآن، هو أثبت رميه، لكن الإصابة ليست منه، الإصابة من؟ من الله. هذه أسباب والله هو الذي يفعل. قال وما جعل الله إلا بشرى لكم وتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما أنا حملتكم، يعني أنا سبب، والله هو الذي حملكم في الحقيقة. والوجه الرابع في الرد عليهم أن هذا المجاز لا يعرف كثير ممن يعكف على القبور واستغيث في أهلها أبدا، لا يعرفون أن المسألة سبب. عندما يقولون الغوث الغوث يا بدوي، مدد يا فاطمة، لا يمكن أن يكون عندهم مستحضرين السببية، بل يستحضرون أن البدوي سيخرج، وهنا اختلاق القصص الكثيرة على أفعال البدوي، والبدوي ينقذ أناسا، وأبو الدرداء دخل فأخذ التروبيد على يديه وجعله على جنب، لذلك الترام يعني من حوله تدور. في هذا الباب كله القصص هذه ما جاءت إلا أن القوم عندما قالوا الغوث الغوث يا بدوي علموها على حقيقتها، ولا يعلمون السببية التي يخترعها أمثال هؤلاء، ولذلك أضاعوا الناس. قال الشيخ محمود الألوسي ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا هو أعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب ويسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى، وإلا لما دعاه ولما فتح فاه، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. شوف انظر كما قلت مسألة اللزوم، يلزم من ذلك أنه ما دعا البدوي وقال الغوث الغوث إلا هو يعتقد. ولذلك جاءت الترجمة سريعة بالمرأة قالت اشفي بنتي يا بدوي. صح، كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية القصيمي يقول نحن لا نشك في أن أكثر هؤلاء الدعاة للأموات لا يعرفون هذه المسألة المجازية أصلا، ولا يدرون ما المجاز لا الإسنادي ولا غيره،
ولما الحقيقة فضلا عن يعرف هذه المسألة بعينها مجاز، وأن القرينة هي التوحيد والإيمان، ولا يدرون من هذه من هذه العملية الاصطلاحية قليلا وكثيرا. وهؤلاء الدعاة أقل وأغبى من أن يقصدوا بقولهم أعطني يا رسول الله، كذلك سؤاله أن يكون سببا فيما يطلبون، ولو كانوا يريدون ذلك لفاهوا بما يريدون واختصروا الطريق وجاءوا المسألة من بابها. لكن هم يعتقدون في أن النبي يعطي ويمنع، وأن النبي يشفع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفع الضر ويجلب النفع. وأما الوجه الخامس نقول ادعيتم أنها سبب، قلنا لكم ائتونا بالدليل على أنها سبب. نبطل هذه المقدمة ونقول لا هي سبب مجرب ولا هي سبب شرعي، ولكن هذه أباطيل وتلاعب الشياطين وتلبيس إبليس ونشر الشرك ووسائل الشرك. والله يعصمنا ويعصم الناس من هذه الخزعبلات، ويصنفون لها كتبا وساوس الشيطان تلبيس إبليس، إن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لخاسرون. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.